السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب يكون الجميع بخير. عندنا هنا مكنة ريكو 501 اللي هي المعادلة للكيشيرة. طبعا هنعرف ازاي ندخل على البرامج، وهي طريقتها رخمة شوية عن الموديلات التانية. طبعا لو دخلت على الشاشة دي وكتبت الرقم كده مش هيشتغل معايا. طبعا هي دخولها مش 107 زي المكن القديم، هي دخولها زي المكن الحديث اللي هو 80 61 82، وبتضغط على السي ضغطة طويلة. طبعا انا هنا عملتها على الشاشة دي انا هي وما ظبطتش معايا، لاني لازم اكنسل الرسالة اللي ظاهرة معايا على الشمال دي وتجيب لي رسمة الكاستات عادي او رسمة الطبعة عادي. وطبعا انا هنعرف نجيبها ازاي. انت بتخش على القائمة من بره خالص وتختار اللي هو وضع البرينتر، هتديني الشاشة دي، اكتب بقى 80 61 82 واضغط على السي ضغطة طويلة، تفتح معايا برامج. ولو انا مثلا عايز اعمل لها ضبط مصنع كلام من ده، هي نفس البرامج القديمة. يعني انا هنا هو ممكن ادخل على نفس القائمة من 1 ل 8 او من 1 ل 9، نفس القوائم القديمة. أنا هنا ممكن أعمل لها ضبط مصنع، أعمل 5810 زي البرنامج 5801 زي البرامج القديمة، وبرضه كنسل العطل هنا 5810 نفس القصة ونفس الطريقة. برضه هنا بتضغط اكسكيوت، هي سوفت وير ريكو كامل، يعني مفيش فيها اختلاف خالص على عن الموديلات اللي قبلها. والشاشة هنا اندرويد زي المكنة الالوان في الريكو اللي هو 306 و307، انما المكنة من تحت كلها هي تعتبر نفس المكنة الكاشيرة اللي هي المعادلة للكاشيرة 3540 اي، مع اختلاف الشاشة. انا هنا اجرب الصورة اول، طبعا تستعيد نفس تست الطبعة بالظبط.